سرطان ديال عنق الرحم، واحد السرطان اللي تصيب النساء بكثرة في العالم وخصوص في المغرب، واللي راجع لأسباب متعددة، اللي نقدروا نقولوا بأن السبب الرئيسي هو واحد الفيروس. هذاك الفيروس تصاب به المرأة، وهذاك الفيروس تقدر يعطيها واحد تأثير على الخلايا ديال العنق ديال الرحم، ومن بعد مع المدة يقدر يسبب لها سرطان، وبالتالي هذاك الفيروس يمكن انه يتنقل من بطريقة يعني جنسية من مرأة لمرأة بواسطة الرجل. وهاد يعني هاد الفيروس راه كتير عندنا هنايا في المغرب، وماشي كاع النساء اللي عندهم هذاك الفيروس يوقع لهم سرطان الحمد لله. وكاين اسباب اخرى من غير هاد الفيروس، وهو عاوتاني يعني داك التأثير ديال الولادة، التأثير ديال الولادة، المرأة اللي تتكون ولدات بزاف المرات أو اللي دارت لي زافورتمون بزاف المرات تقدر تأثر على الفم ديال الرحم، ومع المدة تقدر تصايب هاد السرطان ديال العنق ديال الرحم. فكيف ما تتشوفوا هنايا، هذا هو الجهاز التناسلي عند السيدات، فهذا هو عنق الرحم وهذا هو الرحم. هنا هذا هو المهبل، وهو اللي تيكون يعني محل ديال المباشره الجنسيه. فبحال اللي تشوفوا هنايا تقدر يكون عندنا المرض في هذه البلاصه، تقدر يكون عندنا في الرحم بحال هنايا، بحال اللي تشوفوا هنايا اولا هنايا. العلاج تيكون اما عباره على اشعه، فبالتالي تيبقى كلشي في بلاصتو، اولا عن مواد كيماويه مع الشيميو اولا مع بعضهم، واما جراحه. وحتى الا كانت الجراحه تتزول غير هاد المنطقه العليا، اما المنطقه السفلى اللي تتبقى عاديه تتكون تتمكن السيده انها تتبقى عاديه من ناحيه الجنسيه. السلام عليكم، انا واحد السيده تصابيت بسرطان عنق الرحم عادية كيف كاع العيالات. واحد المهم مني كنت كان اثناء العلاقة الجنسية مع الزوج ديالي كان كيخرج الدم نهار على نهار على نهار. مشيت لعند الطبيب ديال التوليد وقال لي راه عندك شي حبوبة في الفم ديال الوالدة. صافي عطاني ندير تحاليل بيوبسي، درتو خرج لي كونسير ورم ماشي حامي، خبيث، واحد الحالة هستيرية خايبة، وكان بكي وما متقبلاش المرض، وصافي يعني في مكتئبه بزاف، واحد الدرجه ما كتصورش، لان سميتو كتدمر نفسيا وماديا وكل شيء، المحيط اللي داير بك وكل شيء. صافي تعالجت درت الشيميو ودرت الاشعه استأصلت الرحم. المهم هذا مرض عطاه لي الله، انا ما مرحبا به كاع لي حتى وجهي، انا ماشي خبيتو على حساب المرض، انا ما راضيش بالمرض، لا بالعكس، انا اللي جات من عند الله مرحبا به، ولكن ولادي ما بغيتش لا قدر الله كاع ومت ما نخليش ليهم انا شي حاجه اللي خايبه يتفكروا بها بواهم شي حاجه خايبه بحال هكا. كان حقاش الزوج ديالي تخلى عليا في المرض وقال لي انت ما بقيتيش مراه، وحقرني وجر عليا انا وولادي بجوج للزنقه، ما عاونيش لا ماديا لا واخا عيا لا نفسيا، ما فهمتي، واخا عيا معاه الدكتور انه يفهم فيه ان راه واخا نحيد انا الرحم راه ما عنده حتى علاقه بالعلاقه الجنسيه، راه وراه كل شيء وقال لي الرحم راه غير الولاده هكا بالدارجه، فهمتي، اصلا جبتو غير عند الطبيب غير بزز، لا كيقول لك انت ما بقيتيش مراه وما عرفتش غتعاديني وما عرفتش اشنو. السيدات اللي تيكون عندهم هذا السرطان ديال عنق الرحم، بطبيعة الحال هذا مرض ديال عنق ديال الرحم، ولكن من الناحية الجنسية كاين بزاف ديال المفاهيم اللي غالطة، أن المباشرة الجنسية مع واحد السيدة اللي داوات
على سرطان الرحم فهي علاقة جنسية عادية، ما فيها أي خطورة على الرجل ولا على المرأة، وما فيها لا تأثير ولا يعني خطر بالنسبة للرجل، عادي جدا تترجع السيدة كيف ما كانت يعني من بعد الدواء ديالها اللي تيكون تستغرق على العموم واحد 3 شهور هكذاك باش تتعالج على هذا المرض هذا. وبالتالي تيكون يعني بزاف ديال الناس عندهم واحد المفهوم غلط على السرطان، وتيسحب لهم بأن المرض تيكون معدي بالنسبة للرجل، alors que هذا مفهوم يعني خاطئ خاطئ جدا، وأن السيدة اللي ستكون داوت على سرطان الرحم ستكون عادية وعادية جدا، ما فيها حتى شي حاجة اللي يعني اللي زايدة ولا ناقصة على السيدات العاديين إن شاء الله. السلام عليكم، أنا واحد السيدة في عمري 34 عام، جاني المرض الخايب في الوالدة، وهذا الشيء اللي عطى الله، ولكن أنا كنت كنتعاطى الدعارة، وقال لي الطبيب أن راه سبب واحد الفيروس كينتقل عن طريق الجنس اللي هو شي حاجة في حلقة بي اش بي ولا المهم، واحد الفيروس كينتقل عبر الجنس هو اللي كيتسبب مع المدة في سرطان الرحم. يعني أنا اللي بغيت نوصل لبنات اللي كيتعطاو الدعارة أن راه ما كاينش غير السيدة اللي من الأمراض الخطيرة المنقولة جنسيا، كاين حتى واحد الميكروب اللي كيتسبب في الكونسير. كنطلب منهم يبقاو يديروا الوقاية. صافي دابا انا يا ضعت حياتي ضاعت، بقيت لا ولاد لا والو. انا دابا كنقول الحقيقه، كنقول الصراحه، انا كنت كنتعاطى الدعارة وهذا الشيء اللي كتب عليا، وبغيت انا الغلطه اللي درت ما يديروهاش كاع البنات، اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، وديك الطريق راه ما فيها حتى حاجه اللي كتعجب من غير الامراض، راه ما كايناش غير السيده. حنا كنردوا البال غير من السيده وما عارفينش ان راه كاين واحد الميكروب كيتسبب في سرطان الرحم. وقال لي الطبيب كاينين عدة أسباب، ولكن من بين أسباب أن الميكروب اللي كيتنقل عن طريق العلاقات الجنسية. وأنا راه كنت كنعرف واحد السيد وديجا كان كيعاود ليا كيقول لي راه مرتي مريضة بالوالدة، عندها شي كتكوي وداكشي، وأنا كنت معاه ومن بعدها مباشرة صابيت أنا بسرطان الرحم. يعني ممكن هو اللي دوز ليا ديك العدوى ديال داك الفيروس، صافي، وأنا ما عنديش شي مناعة قوية اللي غتحميني، وجاني سرطان ديال الرحيم. الكثير ديال الناس يسحب لهم ان العلاقات الامراض اللي تتنقل بطريقه جنسيه محبوسه في السيده، في حين بان كاين امراض متعدده اللي تتنتقل بواسطة الرجل من المرأة للمرأة بطريقة جنسية، ومنها هاد الفيروس اللي تسبب سرطان ديال عنق الرحم، ومنها أمراض أخرى اللي ميكروبية اللي هي تتعادى وتمكن لها الدواء يعني بسهولة. الخطورة ديال هذا الفيروس هو فقط أنه يمكن له يعطي السرطان ديال العنق ديال الرحم. ألوغ هاد السرطان تيقدر يتشاف في عدة مراحل، وحنا بطبيعة الحال تنتمناو أن نشوفو جميع النساء حتى لو تصابوا بهذا المرض نشوفوهم في حالة مبكرة، لأن تيكون العلاج ديالو سهل وسهل بزاف، والحمد لله تيتشافاو من هذا المرض. فتبدا فقط هذا السرطان غير في العنق ديال الرحم، وتبدا بواحد العلامات اللي من بينها انها تبقى يكون عندها واحد النزيف، ان المريضه تيكون عندها واحد النزيف خارج العاده الشهريه او لا زائد على العاده الشهريه، وهذاك النزيف تيكون علامه من العلامات ديال هذا السرطان، وخاص النساء ملي يكونوا تصابوا بهذاك النزيف يستشروا الطبيب ديالهم اللي تيشوف العنق ديال الرحم،
وتيشوف واش فيه شي مرض ولا كان شي شاف شي حاجه تيزول من واحد العينه وتنسيفطو للمختبر. ثاني علامه هو ان تقدر السيده تكون تهبط من واحد الافرازات اللي تيكون اللون ديالها مغاير على ذوك الافرازات العاديه اللي تتكون عند النساء عامه، وتيكون بعض المرات الرائحه ديالو كريهه. هذه حتى هي من العلامات، بالاضافه ان بعض المرات يكون غير يعني واحد الالم في البطن ولا هذا اللي الا ما كان شيء يعني ما كانش مؤثر السيدات ما تي يعطيوش اهتمام كبير. وبالتالي حنا تنفضلوا نشوفوا النساء في حاله مبكره وتنفضلوا نشوفوهم قبل ما يبدا السرطان. كيفاش نقدروا نشوفوهم قبل ما يبدا السرطان؟ جميع النساء تنصحوهم باش يديروا ما يسمى بالفروتي سيرفيكو فاجينال، واخا ما عندها لا نزيف لا حتى شي حاجه، فوق 45 عام كل عامين يديروا هذاك الفروتي، تيستغرق جوج ثلاثة دقائق وتيمشي للمختبر وتنشوفوا واش فيه شي خلايا، وبالتالي تنقدروا نعرفوا قبل ما يبدا يعطي العلامات لا نزيف ولا حاجه، تنعرفوا بان راه السيده راه بداها سرطان، وديك الساعه تيكون العلاج ديالو بسهوله جدا. ولا ما داواش الا ما تشافش بكري السرطان، تيكون بحال اللي قلت تيبدا في عنق رحم وتيبقى غادي وتيكبر، تيطلع للفوق او لا تيمشي لقدام ولا تيمشي يعني في الحوض ديال السيده، تيبقى غادي تيكبر من حدها السيده ما عرضات الشراسة على طبيب على الكشف، والا غادي يبقى غادي وتستمر من الدرجه الاولى حتى الدرجه الرابعه. الدرجه الرابعه هي اللي تيولي تنتشر في الجسم كامل. الوغ الاحتياطات اللي يمكننا نقولوا للنساء، وهو اولا كاينه الاحتياط الكبير واللي مهم بزاف، وهو كاين الان موجود الفاكسان. هذاك الفاكسان تنصحوا به البنات اللي مباشرة من بعد سن المراهقة، يعني قبل الفترة ديال الزواج ولا قبل الفترة ديال الحياة الجنسية ديال النساء، باش يديروا هذاك الفاكسان كونتر هذا الفيروس، وبالتالي باش داك المسبب الرئيسي ديال هاد السرطان تنكونوا تتكون سيدة عندها واحد المناعة ضد هاد الفيروس. الو هذه الحمايه الاولى. الحمايه الثانيه ان يكون واحد النظافه ديال الاعضاء التناسليه، لا بالنسبه للرجل ولا بالنسبه للمراه. الو السيدات ملي تيتصابوا بهذا المرض تيكون واحد انشوك صعيب في الحياه ديالهم، لانهم جوج ديال الحوايج تيكونوا مهمين بالنسبه لهم. اولا الصحه ديالهم، يعني هذا سرطان بحال اي واحد من تيتصاب بسرطان، يعني مرض اللي تيعتبروا بانه مرض خطير بين قوسين. وثانيا ان هذا سرطان تيصيب الجهاز التناسلي ديالهم، وان السيدة تسحب لها بان راه ما غاديش تبقى امراه وما غاديش بان حياتها مشات، وهذا هو المفاهيم كلها تتكون صعيبه حتى يعني حتى من ناحيه طبيه تيكون في الاول صعيب باش نشرحوا للسيدات العلاج ديالهم. خاصنا اولا نعالجوهم من ناحيه النفسيه قبل ما نعالجوهم من ناحيه الطبيه، فتتكون هذيك المرحله لابد منها. والحمد لله يعني اما بالتفسيرات ديالنا، واما لا كانت السيده قابله باش ان تشوف واحد طبيب نفساني، غالبا النساء ما تيقبلوش اننا ملي تنجوا من طبيب نفساني باش يتبعهم ديك المرحله ديال التشخيص. فاحنا تنقوموا بهذاك هذا الواجب وتنواكبوه من الناحيه النفسيه حتى الحمد لله تيتجاوزوا هذيك العقبه، ومن بعد تولي عاديه صافي تتبع العلاج ديالها اللي تيستغرق واحد المده محدده وتترجع لحياتها الطبيعيه.
وتنفضلوا نشرحوا هذا المرض حتى للزوج ديالها باش حتى هو باش ما يكونش عنده واحد المفهوم غلط، لان تيكون بزاف ديال الرجال ما عندهم مفاهيم غالطه، وهذيك المفاهيم غالطه تتاثر لهم على الحياه الزوجيه ديالهم، بعد مره تتوصل حتى للطلاق. وانا ما كرهتش شي حد يعاونني حقاش هذا المرض المصاريف ديالو غاليه بزاف، وراني تقهرت والراجل تخلى عليا وعندي جوج وليدات وانا بقيت هجاله، يعني ما عنديش الصحه باش نخدم ولا شي حاجه، واللي بغى يساعدني راني ما كرهتش ونوريه الحاله ديالي، من يتواصل معايا راني نوريه الحاله ديالي. والله يرحم الوالدين، وراكم عارفين هذا المرض الناس عندهم بزاف ديال الفلوس ولا ميتيال وتقهروا. انا راه عندي غير راميد وما خدامه، ما عندي لا تغطيه صحيه لا والو. انا راه مشيت للسبيطار ديال الدوله من بغيت ندير العمليه وعطوني الرونديفو 8 شهور. انايا قال لي الطبيب لا 8 شهور بزاف، فهمتي؟ مشيت بعت حوايجي، بعت فراشي، ما تسلفت، غرقت كريديات فين ما نسمع شي امانه ولا دوك مؤسسه البركه ولا دوك مؤسسه اللي كيسلفوا، مشيت تسلفت من عندهم ودرت العمليه، ولكن راه صافي تقهرت ما بقاش عندي من تسلف ولا بقى عندي باش نعيش. ولا جيتو تشوفوا اللحم ديالي زعما هذا اللي غيساعدني، لو وريتو حالتي راه كلها كلي مقطعه، كلي فتاحي، كلي غير جا داكشي في الجهاز التناسلي وفي اعضاء شي بلايص اللي ما قدرتش نوريهم. راه حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وعندي داك الكيلويد، داك الفتاحي داروا لي الكيلويد والضخمات الفتحه ولا كلشي كيضرني. وشكرا، هادشي اللي كاين اخوتي، هادشي اللي كاين. ما راني تقهرت، راني تقهرت وما عنديش الوجه باش اللي يطلب الناس واللي يقول عطيني، ما عنديش الوجه اللي يطلع في فيديو ويقول هكا ولا قدر الله ومت ونخلي ويبقى هاد الفيديو لولادي اللي ما عنده باش يفيدهم غير يعقدهم وغير يعصبهم. من ناحيه باهم انه تخلى على امهم، انا لحد الان انا واخا هو مشى ودار ديك الحاله انا كنبالط وكنقول لهم باباكم ظريف وباباكم زوين، حيت انا ما غنربح والو ولا ولادي تعقدوا فقط. ما انا ما حشمناش من المرض، المرض عطاه لي الله، والمرض ماشي عيب، ولكن راني عييت وتهديت، عييت ماديا، عييت غير هذا المرض، غير الترونسبور ديالو، غير فين نسكن وغير فين نجلس، راه بزاف عليا، عدم الشدوه وعدم السكانيرات غير باش نتنقل راه بزاف، راه ديجا بزاف، عدم الشدوه والسكانير وكلشي غالي فيه. راه ما درت هذا النداء وقلت لكم زعما عاونوني، راه حتى الجلده وصلت للعظم، واللي يبغى يعاوني انا راه مستعد نوريه كلشي.